السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نقوم بحل التمرين الأول لشهادة التعليم المتوسط لسنة 2022 في مادة الرياضيات. لدينا أ و ب عددان، حيث أ يساوي 80 زائد 2 جذر 125 ناقص 3 جذر 20، وب تساوي 2 زائد جذر 2 على جذر 2. السؤال الأول، اكتب العدد أ على شكل أ جذر 5 حيث أ عدد طبيعي. السؤال الثاني، اكتب العدد ب على شكل نسبة مقامه عدد ناطق. السؤال الثالث، بين أن ب في جذر 2 ناقص 1 تعطينا عدد طبيعي. نبدأ بالسؤال الأول، كتابة العدد أ على شكل أ جذر 5. كتب لنا أ تساوي، هنا حيث أ عدد طبيعي، هنا ما يهمناش هذا الأ، حنا شنو نديرو؟ نروحو عند هذا الأ اللي عطاها لنا في القيمة تاعها، داخل الجذر نسيبو عدد كبير، شنو نجيبو؟ نجيبو هذا العدد اللي داخل هنا نقسموه على هذا العدد ونشوفو واش غادي نسيبو. 80 قسمة 5 كم تساوي؟ 80 قسمة 5 نقسموها بين زوج تولي 40 مع 40، 40 قسمة 5 تساوي 8، 8 و 8 تاع 40 زوج تولي 16، تساوي جذر 16 في 5. ثم حسبوا بالآلة الحاسبة، قسموا 80 على 5 غادي تسيبوا 16، يعني 16 في 5 هي 80، يعني هذه بالعربي هي 80، يعني ما درنا والو في القيمة تاع أ. كتبوا لهنا 2 جذر 125 نقسموا على 5، ثم ديروه بالآلة الحاسبة. تعالنا عندنا 125 فيها 5 تاع 25 و 25 فيها 5 تاع 5، تولي 5 في 5 25، يعني تساوي 25 في 5. ديرو جذر هكذا، 25 في 5 هي 125. هنا ما درنا والو، ناقص 3 جذر 20 تساوي 3، 20 قسمة 5 كم تساوي؟ تساوي 4 في 5. نغلق الجذر هنا، تصبح ماذا تساوي؟ 16. كنا نبغي نخرجوها من الجذر، 16 هي 4 مربع، يعني تولي عندي لدي هكذا، تولي 4 مربع في 5، 4 مربع هي جذر 16 هي 4، يعني 4 تربيع هي 16، تولي زائد 2 جذر 25 هي 5 مربع، تولي عندي 5 مربع في 5، ناقص 3 جذر 4 هي 2 تربيع، 2 تربيع في 5 هنا في. الآن اللي فيها التربيع تخرج من الجذر، لأن بينهم علامة الضرب، لو كانت علامة زائد ما نقدروش نخرجوها، ولكن من بينهم الضرب نقدر نخرجوا اللي بالتربيع، التربيع يروح مع الجذر وتخرج بالأربعة، تولي اللي عندي لهنايا 4 جذر 5 زائد هنا 2 نخرجوا 5، ولكن راه عندي 2 قبلها، 5 كي تخرج كي غادي تولي بزائد ولا بالضرب؟ كي غادي تخرج تولي بالضرب، تولي 2 في 5. خرجناها من الجذر بشرط قلعنا لها التربيع، تبقى لي خرجنا هذه الخمسة، بقات لي هذه الخمسة الداخل، ناقص 3 نضربوها في الاثنين اللي خرجت، يبقى لي داخل الخمسة تاعي، ما نقدروش نخرجوها لو كان ما جاش كاين التربيع فيها. تولي عندي الآن صاي، تولي عندي 4 جذر 5 زائد 2 في 5 شحال؟ تساوي 10، تولي زائد 10 جذر 5، 2 في 3 تساوي 6، تولي ناقص 6 جذر 5. الآن لما ولا الجذر متشابه نقدر نجمع هذه الأعداد ونخلي الجذر نكتبه مرة واحدة، شنو تولي؟ 4 مع 10 شحال تساوي؟ تساوي 14، 14 نقص منها 6، 6 نقص منها 4 تولي 10، نعاود نقص 2 اللي بقات لنا تولي 8. تمحسو على الحاسبة، ديرو 4 زائد 10 ناقص 6 تساوي 8 جذر 5. الآن ها وين أ تاعنا اللي هو أ عدد طبيعي، اللي طلبه لي أ عدد طبيعي، ها وين حيث أ عدد طبيعي، وها جذر 5 تاعي، يعني تصبح ماذا؟ تصبح هكذا، تصبح أ تساوي 8 جذر 5. سؤال ثاني يقول لي اكتب العدد ب على شكل نسبة مقامه عدد ناطق. نكتبو نهار الأول ب ونشوفو كيفاش غادي نديرو له. عندي ب ماذا يساوي؟ يساوي 2 زائد جذر 2 على جذر 2. هذه النسبة ولا هذا الكسر باش نرجعوه عدد ناطق لازم شنو ندير؟ لازم نتخلص الجذر اللي في المقام، الجذر اللي في المقام لازم نتخلص منه. جذر 2 باش يروح لها
الجدر اللي راه فيها شنو لازم ندير؟ لازم نضربها في واحدة أخرى تشبه لها بالجدر، تولي نضربها في جدر واحدة أخرى، علاه بتولي عندي جدر اثنان مربع ويروح التربيع مع الجدر تبقى لي فقط الاثنان. فإذا أنا واش ندير؟ نضرب في جدر اثنان، كي نضربو لهنا في جدر اثنان في المقام النسبة تغيرت، مالي شي لازم ندير؟ نعود فهني نضرب في البسطة في نفس القيمة اللي ضربت فيها في المقام، نضرب فهني في جدر اثنان الفوق، شنو تولي عندي؟ طولو هنا كسر خط الكسرة، تولي عندي بي تساوي الآن نقوم بالنشر، جدر اثنان في اثنان تولي عندي اثنان جدر اثنان، نضرب هذا في ذا، نعاود نضرب ذا في ذا، تولي زائد جدر اثنان مربع على جدر اثنان في جدر اثنان تساوي جدر اثنان مربع وتساوي اثنين جدر اثنان تقعد كما هي، هذه التربيع يروح مع الجدر، التربيع هذا يروح مع الجدر هذا، والتربيع هذا يروح مع الجدر هذا، شو تبقى لي؟ تبقى لي زائد اثنان على اثنان، يعني بماذا تساوي؟ تساوي اثنان جذر اثنان زائد اثنان على اثنان. الآن نقدر نتخلص كذلك من الاثنان، بما أن لدي هنا اثنان وهنا اثنان وهنا اثنان، نقدر نقسمهم على اثنين على اثنين على اثنين، شو تولي؟ تولي هذه تروح بالواحد وهذه تروح بالواحد وهذه تروح بالواحد، كي نقسمو اثنين على اثنين تساوي واحد، ونقسمو اثنين على اثنين تساوي واحد، ونقسمو اثنان على اثنين تساوي الواحد، شتولي عندي الواحد في المقام دروك نقدر نستغنو عليها، شتولي بقيت لي النتيجة؟ النتيجة تولي اللي بقيت لي هي هنا شتبقى لي الواحد جذر اثنان اللي هي نفسها جذر اثنان، المقام قلنا يروح، تبقى لي واحد جذر اثنان اللي هي نفسها جذر اثنان، وهنا تبقى لي زائد واحد، هي نورمالمون نكتبو على واحد اللي بقى لنا لهنايا، ولكن هذا واحد في المقام ما يأثرش ملي نقدرو نحوه، فتولي بي تساوي جذر اثنان زائد واحد، ورانا نكتبها على شكل عدد ناطق. الآن وجدنا بلي بي تساوي جذر اثنان زائد واحد. روح السؤال الآخر، وهذه غادي نسحقوها في السؤال الذي بعد. ثالثا ولا ثلاثة، بين أن بي في جذر اثنان ناقص واحد هي عدد طبيعي، شنو نديرو؟ نكتبو قيمة البي، يعني بي شنو يقول لي؟ يقول لي مبين بلي بي لما نضربها في جذر اثنان ناقص واحد لازم نسيب النتيجة عدد طبيعي، نحسب احنا النتيجة تاعنا، ماذا تساوي؟ البي ما هي؟ البي هي جذر اثنان زائد واحد، هذه هي البي، فاش راهي مضروبة؟ راهي مضروبة في جذر اثنان ناقص واحد. الآن ألا نلاحظ باللي لو كان نعتبر باللي هذه أ والواحد هو البي، ولي أ زائد بي فاش راهي مضروبة؟ مضروبة في الأ ناقص بي، هذه ألا تشبه مطابقات شهيرة؟ أ زائد بي في أ ناقص بي ماذا تساوي؟ قانون لدينا تولي تساوي أ مربع ناقص بي مربع، الآن هنا واش نديرو؟ يعني هذه النسبة ماذا تساوي؟ تساوي جذر اثنان مربع ناقص واحد مربع، وتساوي ماذا؟ عندنا الجدر يروح مع التربيع، شو تبقى لي؟ تبقى لي اثنان ناقص واحد مربع هي واحد، ناقص واحد، اثنان ناقص واحد كم تساوي؟ تساوي الواحد، والآن يعني بي لما نضربوها في جذر اثنان ناقص واحد نصيبو النتيجة واحد، وواحد عدد طبيعي.